خلاص بص يا قلبي، طلع لي طلع لي قم. او ماي جاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. والله انه يعرف اني جاي الفندق، شوف وين يتمشى. اليوم باذن الله راح نتعرف على البوس في هذه اللعبة، فلذلك انا مش خايف من الهيكل العظمي هذا. هو راسه، هذا السكروب اللي يحتاجه عشان افتح. قررت اجي للغرفة هذه يا شباب لانه انصدمت صراحة، قلتوا لي ان الرصاص اللي معي هذا كله ما زال مش كافي للبوس. يعني ما ادري كلمة السر، يو نسيتها، وين كانت؟ كانت 4706. غلط، تغيرت. والله كاتبها عندي، كلمة السر موجودة في الكنيسة ورا المبنى هذا. سكر سكر سكر. والله ما ودي اخلص رصاص. اوه راح يهاجمه، كفو. وات رسب اللوت مرة ثانية. الاكل مستحيل اني خليت الاكل. 70 45. يا الربع اقسم بالله الباب ما يسكر، تشوفونه يستهبل. قلب سحب، سبحان الله. لا اله الا الله. يلا بداية خير. 70 45، بحيث انه يكون في رصاص باذن الله يساعدني في القضاء على ال لا 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 لا، في رصاص الحمد لله، في رصاص والامور طيبة. ايش غير الرصاص عندنا؟ في اسهم، الاسهم تعال. صح انا معي هذا السلاح اللونج بو، ودي اجربه. هذا يحتاج كروبار، ما عندي خيار ثاني اروح له والوت يا شباب. كل الاماكن في الماب لوتها، هذه اخر غرفة تقريبا يمديني الوت. طيب عندي 3 ار الحين، ودي اجرب هذا السلاح على الزومبي، يا رب انه يضبط. اضغط ار للتبديل، اضغط ار بس ما يصير اي شيء. طيب عندي حل واحد اني ارجع عشان اغطي لكم البو في اللعبه هذه، اني ارجع للبيس الاولي، عندي انواع اسهم ثانيه كنت مزبلها هناك. والله اتمنى انها تضبط. طبعا العفش هذا انواع الطقطقه جتني. اللي يقول لي عماره، واللي يقول لي وش موتر الباكستانيه. هذا ثبات الموتر يا شباب، لازم تستوعبون، وما حد ينتقد الموتر لو سمحتوا اكثر. غير كذا خلاص انا من كثر ما دورت البيس طفشت من شيء اسمه بيس، فخليت البيس المتنقل. معليش ابتديت اصور في الليل، خلينا ننام اول شيء. طيب اصبحنا واصبح الملك لله. وين البتاع هذا؟ اكسبلوسيف كوبن هانتنج. صراحه توقعت في شيء اكثر. سويتش. آه والله استوعبت يا شباب، أذكر يوم شفت الشخصية من وراء. إكويبمنت، شوف هنا الأسهم، أتوقع لازم أصنع شيء. ثواني ثواني، كويس إني جيت هنا. شوف الأرو اللي يمدينا أصنعه هنا مختلف عن الأرو اللي موجود هنا. فيب خلنا نجرب الستيك، يمدينا أسويه. هذا اللي أقصده، والله هذا اللي أقصده. أحتاج 8 راق، فاحتمال لازم أصنع هذا وأقدر أستخدم هذا بعد ما أثبتهم وراء ظهري، أو إني أحتاج أسهم من نوع هذا. الخيارين متوفرين لي. أوه أساين ورك تو، يا سلام. يلا من اللي بيشتغل الحين لمدة 45 دقيقة؟ سكوت راشل، تاسك أون باي إن بي سي. وينها؟ أيوه، احنا ممكن نشتغل في نفس الوقت على شيء ثاني، شغلة جميلة والله. طيب هذا الستيك أحتاج 1 برانش عشان أسويه. احنا آخر مرة وصلناها قطع الشجر هذا، أتوقع إنه فيه نحصل حوالينا. ايوه هو ده برانش، خلنا نشوف عشان نكون مغطين جميع الاحتمالات اللي احتاجها. اوه يمدينا نسوي شخص ثاني اشتغله، بس هذا دقيقتين. سري سري، لسه ما خلصت. الحين عندنا ستيك واحد، اروح الاسهم نسوي ودن ارو، نحول الستيك الى سهم. 5 دقائق بس يحف الاطراف الاماميه كذا. معانا السهم هذا برضه ما يمديني استخدمه، فاكيد موضوع المخزون نحتاج اول. خلنا نحط هذا هنا. هذا البيسبول بات، اذا خلص عليه الرصاص وحشرت يا عيال هذا بيكون الحل. تعال انا ليش استخدم البيسبول بات؟ عندي هذا وربي نتفاهم معاه. صح روني البوس، بس هذه خلصت اختفت من الغرفة، هذا هو. طيب الحين تكفى، يا سلام. One storage slot. Add arrows. اوكي حلوين، يا سلام يا سلام. شوف الانيميشن، وين الغزلان؟ وين؟ سبحان الله الحين يوم ندور شيء انسى تلقاه. حصلت غزال يا شباب، حصلت غزال.
اه والله لا تلغي الاشتراك خلاص خلاص. طيب الحين يعني ضاعفت فرص نجاحي ضد البوس، فعندنا اكسبلوسيف وينه؟ هذا اكسبلوسيف 6. يعني الحل اللي قبل البيسبول بات ان نستخدم هذا الاسهم، وبعدين نستخدم المنشار هذا، وبعدين يصير بالقب ان شاء الله اذا ما مت يعني ومداني يتفاهم معه. نقول بسم الله توكلنا على الله، ما يحتاج احلف لكم اكثر اني والله ما اعرف وش السالفة ولا عندي اي خلفية للبوس. توكلنا على الله. طيب يا عيال، ايوه هو ده، انها اللحظة المنتظرة. الطلعة هذه عجبتني، وممكن نكشف المنطقة هذيك. بسم الله لا يطلع لي البوس كذا في وجهي، مش ناقصين خرشات. ايوه يا اخي الموتر يضحك اقسم بالله. انا وش فيني نزلت بدري؟ والله واضح الخوف. يلا على بابك يا الامور طيبة يا رجال. ايش فيكم الام حريقة؟ ايون تقريبا هذا الطريق يودي. نعم هذا هو المنجم، بوابة المنجم. الله اكبر، خلي الموتر بعيد كذا احسن صح؟ قلتوا لي في بار هيلث يطلع. الحمد لله اني جيت الصباح، صبح على البوس الساعة 9:30. تكفى لا تخرشنا كذا تطلع. وات؟ ليو ليو من الخرشة طار. ايش مكتوب لي هنا في اللافتة؟ اوه بداية خير والله، والله بداية خير. ايش رايكم نرجع يوم ثاني؟ طيب قبل أن ندخل لازم نشرب لنا حبة بيبسي، بيبسي الوداع. شبعت؟ الحين سلمك الله هذا الخيار الأخير، وهذا برضه الخيار الأخير. يصير فيه تبديل سريع كذا عرفت؟ أول شيء الإيكي معي 20 طلقة فيه، ثاني شيء طبعا الشاتجن 56 طلقة فيه بس عيبه إنه طلقتين وريلود. ثالث سلاح يا عيال الله العالم، وات أربع طلقات بس، ليش أربع طلقات؟ لأن البقية كلها داخل الإيكي أتوقع. ما عليه، السنايبر 5 من 33، 33 طلقة سنايبر، 5 بعدين ريلود، وبعدها المنشار، وبعدها البيسبول بات. لا نطول أكثر، توكلنا على الله. يلا على بابك يا كريم. الرش كذا من البداية، طبعًا قلتوا لي البار حقه بيطلع. ما اتفقنا على الأصوات هذه. اللهم اجعلها خير. السلام عليكم، أوه. لا في زومبي ثانيين، ما قلتوا لي عيال كذا والله. والله ما قلتوا له يا عيال خس. وات بتم كذا ما اتفقنا. وات في جثة هنا يا ابوي، انا من كثر الرصاص اللي معي. تعالوا وين ريفولف الفرد هذاك اللي عشقه وينه؟ والله نسيت البستل، تعال يا قلبي. يوم شفت الزومبي ذكرت 50 طلقة بستل معي، بغيت تروح. وهذا الثاني برضه عندي لها رصاص كثير، 24 طلقة. لا الأمور في السليم يا شباب، الأمور في السليم والله. تعال يا بعد حي، بس ما ينفع تجوني مع البوس في نفس الوقت كذا غلط والله. في أي شيء جنبي وخره؟ يمين ويسار، يمين مقفل، عندنا يسار سلمكم الله. في شوية مواطير هنا، شوية سكراب، فيه نزلة. ميديوم ليفر بيك اب، في علامة مفتاح فوقه، هذا الكي ايتم لو تذكرون، هنا في كي ايتمز. ها وانا اقول اختفى يا شباب الولدنج هلمت. والله اني فاهي الحلقة الماضية اللي اخذته من الطاولة وقلت يا عيال اختفى قدامكم. طيب ابغى استخدمه، وش فائدة الكي ايتم يا عيال؟ ايتم مفتاحي شيء مهم جدا في اللعبة. طيب ليه في طريقين يمين ويسار؟ ولا هو نفسه؟ لا لا هو نفسه، كل الطرق تؤدي الى ايوه. شفتوا والله العظيم اني حسيت اخذت هذا معي لاني توقعت اني بحتاجه. ما ادري كم نسبة لهذا معي، 99%. الامور في السليم. نبضات القلب هنا، هذا هو البوس يا عيال. خرجتني الله يخرجك، ما عندي مولوتوف، يمكن لازم احرقه كذا غلط والله، ما جبت مولوتوف. طيب ليه الاصوات المرعبة هذه؟ الله يرحمك. في شيء في الشنطة؟ هذا دائما يعطيني لوت كويس يا عيال، والله ما اتفقنا. طيب حطوا لي مولوتوف هنا سيلفر. وات معقول الحين لازم ارجع؟ اذكر ان في واحد مولوتوف معي اعطيته سكوت، هذه من اندر الشغلات الظاهر. السلفر، سلفر لو كواليتي متل انجوت. بدينا نطلع بشغلات حلوه يا اخي. فهاوة اقسم بالله فهاوة، قبل شوي اخذته، قبل شوي اخذته من الارض وكي ايتم.
الله خربيت أخرشني. أوكي شغلي الأنوار مزعج جدا، يعني البوس ما يظهر إلا في النور، جزاكم الله خير. طيب أنا إيش استفدت من الإضاءة؟ أو ممكن لازم أجي في الليل عشان كذا. والله في بوسات في الجرينج كانت ما تظهر إلا في الليل. بس وين ننام يا أخي؟ نم في الموتر يا أخي. خلنا نشوف ساعة 12 الظهر، يبيلك 6 ساعات تنام. يجيك مست. أوكي عندي كشاف؟ لا كشاف كشاف كشاف. باتري از ديد، الله يعطيك العافية. هذا الكشاف، كشاف المؤقت. نفس النظام مفيش فايدة. وينك يا سكوت؟ يا سكوت وين الملتوف اللي اعطيتك اياه؟ اوه اعطيتك جرينيد، انا ما اعطيتك ملتوف. يا ربي يا كريم. ايهي تعال بيفيد النيد ضد البوس. هاته هاته حبيبي والله، ليه ما تجي تساعدني؟ والله يا عيال متأكد معي ملتوف. واو واو يا الفهاوة، عندي الملتوف هنا حاطه مع الاكل، مدري وش يسوي. على بالي انا معطيه سكوت، بس كويس ان جينا اخذنا منه الجرينيد لعل بيفيدنا. تعال يا ليو تعال. طيب يا شباب وصلت الى المنجم وجبت النيد معي على امل إن... وش رايكم نجربه؟ لا بد ان نجربه في البداية لاني ما اعرف كم المدة وراح ينفجر. قول بسم الله. اوه سريع سريع. طيب خلنا نعطيها ريلود، اذا كذا اول ما اشوفه لابد اني ارميها. قول بسم الله. طبعا هنا فيه كم من واحد راح اشوفه، بس بعدين ابدل الشدقن سريع ويكون الشدقن مع الشق. حلو، هذه كلها تدريبات. شوف السنايبر اكيد ما احتاجه في هالمنطقة، فنستبدلها بالشدقن. في كم من زومبي هنا بقابلها في الطريق، 56 طلقة، هذا اكثر طلقات معي فبصفيهم فيه. تعال يا بابا. بسم الله. كذا اتوقع خلصنا منهم، منهم اربعة. طيب نشغل الانارة، نشغل الضوء، امسك الملتوف والبس الماسك. هذا الملتوف نستبدله بالاي كي، البس الماسك. بسم الله الرحمن الرحيم، ولع. بسم الله. يا عيال اوشت، يعني هذه كلها اماكن سريه. او ماي جاد، اللي في المزارع يا شباب اماكن سريه. دقيقه خلنا نرتب الاسلحه، رجع الاكي، نقول بسم الله. يا الهي كراول. او ماي جاد يا عيال. خلاص بص يا قلبي، طلع لي طلع لي قم. او ماي جاد او ماي جاد، ايش رمى؟ لا لا ما هو بوقتك انت يا ولد. خلص الرصاص على هذا، الله يقلعه. خلص الاي كي، بستل 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 سنايبر اي شيء. او ماي جاد، خلك خلك هناك، خلك 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 هناك. وات ذا هيل، ايش يرمي هذا؟ اوه ماي جاد، كم هيلثي يا عيال؟ هيلثي نص. وات؟
هذا هو هذا القوي اللي مخوفيني منه صراحة. خرشة هلثي باقي فيه ربع بس، وربي تحية للشدقن. وين الرصاص اللي ما بيك فيه؟ لسه باقي معي 34 طلقة مثل ما تشوفون. وبستل صراحة أنا يوم زبنت هناك خفت لأنه ما في كفر اللي ورمى عليه شيء، يرمي وينط ويطلع لك صخور من تحت الأرض. ألعب الدرينج أنا ولا مش سالفة. هذه نهايتك. وش معك من لوتي قلبي؟ معه نيد، عوضني مكان نيد اللي شليتها. دقيقة دقيقة، إيش هذا؟ خريطة أول مرة أشوفها. بلو برينت يوز فور أنلوك نيو ستراكشر بيلدينج. تفتح لي بيلدينج، مبنى جديد. طيب والبول اللي بغيت أجربه عليك؟ خلينا نجربه هنا. الله اكسبلوسيف. أسهم متفجرة معي، معي بلاوي والله، معي بلاوي. هات البتاع خلينا نشوف، ما يمدينا نسوي لها أي شيء. يا ريت اللي عنده خلفية يعلمني. هذه الظاهر الموارد اللي نحتاجها، بس ممكن احتاج لها اللهم صل على محمد تول الخاص بال. اوه يمديك تشل الاسهم بعد ما ترميها، حلو. انا دخلت من هنا، انا ضيعت يا عيال. لا دخلت من هناك. اوكي في اي شيء نلوته هنا؟ اتوقع هذه الصخور كلها يبيلها البكاكس عشان تكسرها، زي نظام ستراند ديب. اوه في غرفة هنا، حلو. هذا يفتح لنا اضاءة في مكان ثاني. حلو حاطين لنا اكل جزاهم الله خير. اولد فيوز يمدينا يشله. انا عندي واحد، عطنا الاولد فيوز. عندي اثنين اولد فيوز. اوكي هنا حلو، هذا اللي اقصد لكم اياه. مفعله، شغل لي الانوار. يكون في بوس ثانيه، خلاص هذا طلعت طاقته، فما اتوقع في بوس ثاني. الحين عندي طريقين، طريق يودي هناك وطريق يودي هنا. هذا زي ال مسكر، هذا لفت الحين يوديني طابق ثاني. كول إليفيتر. اوكي شغلت الكهرباء ولا لا؟ اتوقع في شيء ثاني لازم افعله عشان اسوي كول، عشان استدعي اللفت. الله يستر. طلع لي بوس ثاني هنا. انتوا قلتوا لي بوسين بس كل واحد في منطقة، عاد الثاني وين؟ والله ما عندي خلفية. طيب نقول بسم الله. اي زومبي هنا. اوكي في نزلة بعد. يوه الكلب تحت، وش يسوي تحت؟ اوكي وصلنا ما شاء الله تبارك الله يا ولد، والله الكهف جدا كبير. في اضاءات ال شو اسمه هذي، بنفسجية مدري، فوق البنفسجية مدري، تحت البنفسجية. اهم شي يمديني ارقى بعدين ارجع. too much weight cannot climb. تكفى يعني ايش ارمي لوتي هنا؟ ايوه يا عيال ضخامة اقسم بالله. يوه يا ريت نقدر ادخل الموتر هنا يا رجل، والله مشاوير. وات ايش البوابة الغريبة هذه؟ يا اخي ما عندي اي بيكاكس، ما عندي شيء. اتوقع البيكاكس لازم اني اصنعه، نفس هذه الشغلات اكسرها. هذا زي ستراند ديب يوم كنا نجيب البيكاكس ونكسر الكليه تحت البحر، نفس القصة الظاهر هنا. هذا الكهرباء اللي انا شغلتها الظاهر قبل شوي. اوكي وصلنا لللفت من ناحية ثانية، يعني اللفت كان بيجيبني هنا وات بيطلعني فوق، اتوقع بيرجعني لنفس المكان اللي قبل شوي. سيبيلنا نشغله. ما عندي هذا، ما لقيته. في واحد ثالث فاتني. وات فيوز ثالث هذا؟ لا لا هذا هو، هذا الحمد لله. Some crafting material must be learned from survival NPC. You will find the mark at them if the quest available. يقول لي واحد من اللي استدعيتهم او ساعدتهم، يا سكوت هي البنت، راح تسوي لي الماتيريال اللي احتاجها او السلك اللي احتاجه لتوصيل هذا المكان عشان اشغل اللفت الظاهر. ان شاء الله اني مش جالس اخبص. اكتيفيت. طيب هذا ايش بيسوي لنا؟ طيب انا عندي فيوز، ايوه حطيت الفيوز. والفيوز الثاني بسم الله سويت اكتيفيت بس ما صار اي شيء. اوه هذا السلك
اوكي تيب، فهمت 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 السالفة. احتاج الفيوز واحتاج السلك. الحين لازم ارجع للام بي سي عشان مثل ما قلت لكم السلك يسوي لنا اياه. غريبة، تصدقوني قلت انا يا اخي اللعبة غريبة، ما احتاج اني اسوي اي شيء، زي التحدي كذا خليته اني ما اسوي اي شيء من الصناعات. يا ليل الوزن. طيب خلنا برمي الاسهم. طيب البلو برنت هذه وش فائدتها يا عيال؟ بالله اللي عنده خلفيه يبلغني. ليك ما عندي لها رصاص. حرام والله حرام اللي كيف فضيته على هذاك. راح ارجع لها الشغلات هذه وانا مفضي ال، بجيب شنطه فاضيه كذا، بحاول اني ادخل صندوق معي وانا جاي، لان في شغلات كثيره تتلوت. وبيكاكس كتبت ان عندي بيكاكس، صندوق اغراض، والفيوز من الام بي سي. فصراحه كنت انا شايفه كتحدي ان في شيء غريب، في شيء ناقص، اقدر اختم اللعبه من غير لا احط اي من المصانع المطلوبه في الورك بنش. لكن الحين استوعبت انه لا يا حبيبي ما يمديك تختم. اخيرا فيه ربط بين الشغلات اللي انا ابنيها او المتوفره والتختيم في اللعبه، فاجباري يعني. زي مثلا ستراند ديب كنا لازم نحط المزارع عشان ناكل، والاكل كان جدا نادر، لكن في هاللعبه صراحه شايف الاكل مره متوفر لدرجه انه خلاص ما يحتاج اني اطبخ، ما يحتاج الكان هذا كثير والبيبسي كثير. اللعبه صراحه ناقصها شويه موازنه من هذه النواحي. وللعلم يا شباب ترى يا اخي ما يمديني، ترى مطور اللعبه اتوقع اني ذكرت من قبل مطور اللعبه شخص واحد، فالتحديثات تحصل فيها شيء الله ينكبك من وين طلعت انت، تحصل فيها ما يركض. لا لا ما سيفت بعد البوس، لا ولاعبي ما يركض من الاستمنة. يا قبنتي يا قبنتي، ريفايف ايش بيخسرني؟ اربع بطاريات والبو والبلو برنت. بلو برنت وش فايدته؟ والشتجن؟ لا لا I'm not accept. انا بنهي الحلقة يا شباب هنا. والله غبنة والله غبنة. بسوي كل اللي سويته وبشوف قصة السلك والفيوزات هذه، وان شاء الله البوس الثاني يا ريت اللي عنده خلفية. اتذكر ان في واحد وصف لي قال لي انه تحصله في مكان سري مش موجود في الماب من فوق الفاكتوري، فبإذن الله انه بيكون البوس هذا في الحلقة الجاية. غير كذا راح نحل مشكلة الفيوز. طبعا رجعني هنا، ما اتوقع انكم تبون تشوفون معنا مرة ثانية. اخ 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 يا غبنتي اخ. بس لاحظت شغلة ان هذا البستل اقوى من البستل الثاني، هذاك هيد شوت ما يقتل، فبستخدمه. هذا المواجهة الثانية يا عيال. الله يخليك. السلام عليكم. فلع فلع. اتاك يا اخي اتاك. اقسم بالله. يا اخي تا. اذيتنا ترى. تربيت الاستمنة اللي عندك ترى.
لا لا قوي 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 الصراحة، بس سلكت معي أول مرة قوي. المحاولة الثالثة نعيد نعيد نعيد، نسيت نعيد. لا 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 جاي مدرع من الوسط المرة. نسيت النادي انفجر بسرعة. المحاولة كم؟ الرابعة هذه او الخامسة والله ما ادري. يا رب انه ما يجي يركض. يا رب دام كذا الوضع برميها قبل لا اشوفها. خلاص دائما يرسبه من اليسار. بسم الله. ما ادري اذا اثرت فيه له ولا لا. اوه صار فيها زومبي بعد. الله يخرب بيتكم يا شيخ. وات عيال سلكت معي الاولى والله. اوه لزق فيني هذا. يا ولد عيب عليك كذا ما اتفقنا. اقسم بالله شبه هلكي يا ربع. جاي يركض والله. ما في مكان. كوفي رصاص كله في الحديد. وينه؟ مات مات ولا علق؟ فيز ثاني ولا ايش يا عيال؟ لا تطلع لا تطلع لا تطلع. تكفى ما تكفى يا رجل. ايش المعاناة هذه؟ اقسم بالله انها سلكت الاولى. ورب الكعبة يا عيال انها رعب رعب. ما لومكم والله في الكومنتات. رصاص ما يكفي ومدري ايش. اكيد ما عندكم شدقن. شدقن أداءه أقوى. شوف أنا بسيف داخل الكهف. هذه المحاولات الثلاثة يا شباب أو الأربع والله ما أدري كم. ما راح أكرر عليكم الشغلات. أتمنى أن الحلقة هذه نالت إعجابكم. راح أرجع أسوي كل شيء وألتقي بكم إن شاء الله في الحلقة الجاية مع البوس الثاني والأخير. تقريبا هم اثنين بس، وفي شخصية ثالثة أقدر أساعدها على حسب الكومنتات اللي وصلتني. فبشوف مكانها برضه وراح اساعدها ان شاء الله. اللفت هذا برضه راح نحل مشكلته. طبعا برجع للبيس واكلم احد الشخصيات يساعدوه يسوون لي الفيوز عشان اقدر افعل فيه اللفت. ما اعرف صراحه كم حلقه باقيه في هذه السلسله، ولكن راح تبين معانا ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا للمنتسبين، الشكر موصول لكم من دعم هذه القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.